بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا عمل جديد ومميز وهيعجبكم إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ العمل، أتمنى اللي يدخل يشاهد الفيديو ويعجبه، أتمنى يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة معايا ورق زي كده، ورق تين، ورق عريض، أو ممكن ورق شجر من اللي هو العريض اللي زي كده أهو. احنا عايزين ورق يكون الظهر بتاعه من هنا، الرسومات في اللي في الظهر تكون بارزه بالطريقه دي، تكون بارزه واضحه بالطريقه دي. معانا هنا شويه اسمنت، على شويه اسمنت ابيض، على شويه اسمنت اسود من غير رمل ولا اي حاجه خالص. معانا كوب ماء، وهناخد بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم نقلب، يعني ما نخليهاش ولا يابسه قوي ولا طريه قوي. جايبه جردل، كنت عاملين احنا بنبيض، قطعته كده نصين وخدت النص اللي تحت ده بشتغل بيه فيها اهو. يعني انتوا تشتغلوا بحاجه مش هتحتاجوها بعد كده. خلاص العجينه كده بقت متماسكه، كيتشن بورد انا مش بستعملها لانها هي مشروخه من الجنب اهي، فانا بستعملها بس في الشغل معاكم كده الاعمال. بنجيب بقى الورق، ورقه يكون لها بروز كده. هنعمل ايه بقى؟ شوفوا بايدنا بقى. ونمشي نمشي على شكل الرسمه بتاع الورقه. طبعا انا بعمل بايدي وبغسل ايدي فورا، ما بقعدش انا فتره كده. يعني ده ورق تين يا جماعه، ده زوجي بيجيب ورق التين مع ورق الزيتون مع ورق الصفصاف ورق الكافور، بيعمل بيه بينشفه طبعا وبيعمل بيه خلطه كده. ده بيطلعها لله، بيعملها يعني صدقه جاريه كده لله كعلاج. يعني ما نخليهاش رقيقة عشان ما تتقطمش معانا، نخليها متماسكة. خلاص احنا عملنا الشكل، هنعمل ايه بقى؟ هنيجي الورقة التانية اللي زي دي وهنحطها بنفس الشكل اهي. انا جايبه شويه اطباق من عندي، يعني طبق زي كده مثلا اهو، طبق زي كده، طبق زي كده، طبق زي كده. هنعمل ايه هنا؟ هنروح جايين قلبين الطبق، يعني يا اما ده يا اما اي واحد فيه، وهنروح شايلين الشكل اللي احنا عملناه اهو، جايين على الطبق كده. وكل شوية نبص عليها نشوف ايه اللي جرى للشكل، ايه اللي حصل. لو عمل كده نزل كده نحاول نلمه، نسيبه بقى لما ينشف ونعمل شكل تاني. نحاول نشكلها التشكيلة اللي هي بتاع الورقة اللي هي المشنشرة دي. بص يا حبايب قلبي، خلاص نشف الحاجات، نشفت اهي. اهي هنسلكها كده بالراحة خالص.
شايفين الرسمة اتطبعت ازاي على الاسمنت؟ طبعت خالص على الاسمنت اهي، هنسلكها كده خالص بالراحة، بنحاول من غير ما نجرح الشكل اللي طبع علينا تحت. طبعا انا عملتها الصبح وادني بعملها بالليل اهو، يعني مثلا فات عليها ايه حوالي 12 ساعة. انا هشيلهم خلص انضفهم وهرجع لكم تاني. بصوا كده يا حبايب قلبي، خلاص انا شلت الغلاف اللي هو الاخضر ده، الورق اللي انا كنت عاملاه هنا. هعمل ايه بقى الخطوة الجاية بقى؟ هعمل ايه؟ هجيب شوية اسمنت ابيض وعليهم شوية مية. اللي هو الاسمنت ده اسمنت ابيض او جبس ابيض، ونقلبه كده وندهن على طول كده مثلا اهو. المهم ان احنا نخلي ورق تفاصيل الورقة باين. وبعد كده احنا هنعملها برضو بصنفرة، هنصنفرها. بس كده لما تنشف. بص يا حبايبي، صنفرة كده بسيطة وهنصنفر العمل اللي احنا عملناه. بعد كده هنمسح بقى ايه بمنديل ورق عن قماشة قطن، ونمسح بقى ايه العمل، والحتة اللي نلاقيها مش ناعمة معانا نصنفرها كده، او مدارية التفاصيل بتاعتها نعملها تاني عشان التفاصيل بتاعتها تبان. هندهن حصى جوز. الرحمن الرحيم. مش عايزين نكتر في الطبق عشان لو ما احتاجناش كله ما يترمش يعني. نخلي بس دي شوية كده تنشف ونعمل غيرها. خلص وارجع لكم تاني بعد ما ينشف، ارجع لكم تاني. ده ذهبي ميتاليك، بنجيبه برضو من عند الموال وبنستعمله عادي اهو. انا عايزة يبقى فضي على ذهبي على اللون اللي هو النحاسي، هيدي منظر حلو وهيبقى لون جديد كمان. وده برضو ذهبي ميتاليك اهو. انا بحط الالوان عشوائي، بحطها عشوائي عشان انا عاوزه الشكل يبقى بايدكم انتوا تعملوه عشوائي. اللي ما عندوش فكره ان هو يلون بالوان كده متداخله مع بعض بيبقى شكلها جميل جدا، وخصوصا كمان لما تتورنش وبيبقى فيها اللمعه. احنا هنسيب دول كده. بصوا الشكل، بصوا شكلها. هنقلبها كده، نعمل الظهر بس نحاسب واحدة نحاسي بس عشان تشوف شكلها بقت عاملة ازاي. لما تيجوا تعملوا حاجة زي كده ما ينفعش تعملوها بفرشة، نعملها كده بنظام الدق زي ما انتوا شايفين، نظام الدق كده. الشكل ده هي ما يخليناش نغطي اللون الاسود اللي تحت يبقى باين، يبقى كأن الطفاية دي اللي يشوفها يقول ده نحاس، دي قطعة أثرية نحاس. اللي يزور قناتي قناة نصر أرت المتنوعة، يا رب يسيب سبسكرايب ولايك وشير لو عجبوا الفيديو. طيب
احنا هنسيب دي تنشف كده، شوف جمالها، وهنعمل التانية دي الصغننة دي بقى خالص. انا عايزة اعملها لكم لون ذهبي بس، لون ذهبي كده بس. نعمل دي بقى، نحاسب بس من دي. خلينا نعملها كده المرة دي، هتبقى مختلفة عن التانيين. هنورنش بقى بس كده شوية جليتر صغننين كده، يعني ايه يبقى يديله منظر يعني. لما احنا عملنا الورنيش وعملنا عليه الجليتر كده هيلزق بقى، مش هيطلع تاني خالص. بصوا هو ده جليتر برضو ابيض، لما ينشف هيبقى خيال، هيبقى وهم كده. اما ينشفوا بقى وهايه هصورهم لكم. طيب قلبي اهي الطفايات اهي اهي، وكده يبقى خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.